وللمزيد ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. يعني أحمد، ما هي آخر مستجدات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية؟ ما بداية ما زالت غرفة العمليات المركزية لمتابعة عملية التصويت هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملها وتتابع عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في شتى السفارات المصرية على مستوى العالم. نحن نتحدث عن 121 دولة يتم فيها عملية التصويت في نحو 137 سفارة وقنصلية حول العالم. ما زالت العملية التصويتية مستمرة، بدأت في 9 صباحا في كل دولة حسب توقيتها المحلي. هنا الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت سير العملية التصويتية ولم تلاحظ أي أمور غير طبيعية. الأمور تسير على ما يرام في جميع السفارات والقنصليات منذ الساعة 9 صباحا. نحن نتحدث عن أقل من ساعة وتبدأ آخر لجنة أو آخر سفارة فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، وهي سفارة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تبدأ فتح أبوابها في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 9 صباحا بتوقيت لوس أنجلوس، لتكون بذلك قد تم فتح جميع اللجان الانتخابية والسفارات أمام الناخبين في شتى أرجاء العالم. منذ قليل قام المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عدد من المقابلات مع عدد من سفراء مصر في الخارج، منهم السفير أحمد حافظ سفير مصر في دولة كندا، تحدث من العاصمة الكندية أوتاوا، وتحدث أيضا عن بدء سير العملية التصويتية في كندا وفي العاصمة أوتاوا منذ 9 صباحا بتوقيت كندا، وكذلك في القنصلية المصرية في مدينة مونتريال الكندية. تحدث كذلك المستشار أحمد بن داري مع سفراء مصر في دول مختلفة مثل موريتانيا وكوبا ودول أخرى، واطمأن أيضا على سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وهناك إقبال كبير أيضا من المواطنين في شتى أرجاء العالم. هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا في غرفة العمليات المركزية تم تزويد هذه الغرفة بشاشات تلفزيونية لمتابعة عملية التصويت كما نرى، وتنقلها عدسات الكاميرا في مجموعة من السفارات المصرية سواء في دولة الكويت أو في أبو ظبي أو في الرياض أو في دبي، وهناك أيضا كما نلاحظ عدد من إقبال المواطنين في شتى هذه السفارات المصرية بالإضافة إلى دول أخرى مثل قطر الدوحة وعمان مسقط وأيضا الأردن عمان وجدة في السعودية ودول أجنبية في ميلان ولندن وروما والمنامة العاصمة البحرينية. وبالتالي نحن نتحدث عن انتظام كبير جدا للعملية الانتخابية. نعم. منذ فتح اللجان والسفارات أمام المصريين في تمام الساعة 9 صباحا، وأشير إلى ما أكد عليه المستشار أحمد بن داري في مؤتمره الصحفي منذ قليل، أكد أن المصريين لهم حق التصويت فوق 18 عاما، وإذا كان بطاقة الرقم القومي غير سارية هذه ليست مشكلة، يمكنهم التصويت من خلالها بسهولة ويسر أو من خلال جواز السفر، ولكن ينبغي أن يكون جواز السفر ساري. هذه الشروط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. من المقرر في 7 مساء أن يخرج المستشار أحمد بن داري ويعلن عن بدء التصويت في لوس أنجلوس، وهي آخر مدينة وآخر لجنة من لجان الانتخابات للمصريين بالخارج. ننتظر هذه الكلمة في تمام الساعة 7 مساء وما يستجد من بالتأكيد سوف تكون معنا في خدمتنا المتلاحقة لهذه التغطية المستمرة. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.